مرحبا، هل أنتم راضون عن شعركم؟ أنا ناصر، وكما لاحظتم أنا أصلع. أبو حميد زي عادته بيسرح شعره كل يوم، وفي مرة هو بيسرح اتفاجئ إن شعره بقى خفيف وبيقع أكتر من الطبيعي. No God please no no. وبدأ من هنا يتخيل نفسه هو أصلع، يا ترى شكله هيبقى عامل إزاي وهو شبه الزعامة. طب هو ايه سبب مشكلة ابو حميد؟ وهل ليها حل ولا لا؟ موضوع النهاردة عن بعبع الشباب، مشكلة الجيل، الصلع الوراثي. دورة حياة الشعراية كحيانة بتاعتك بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة وهي مرحلة النمو، الشعراية بتكبر وبتكون مادة صلبة اللي احنا كلنا عارفينها، مادة الكرياتين، ومدة المرحلة دي بتكون من سنتين لست سنين، شعرك فيها بيطول وبيكون تقيل. وبعدين تدخل المرحلة التانية وهي مرحلة الثبات، شعرك بيفضل على وضعه بنفس الطول اللي وصل له، والفترة دي بتقعد حوالي 3 شهور. وبعد الثلاث شهور يبتدي يدخل المرحلة الثالثة وهي مرحلة الهدم، بيوقف نمو الشعر ويضعف وبعد كده يقع، وهكذا دورة بعد دورة. دي كانت دورة حياة الشعراية الطبيعية بتاعتنا، بس ايه ممكن يوقف الدورة دي ويسبب تساقط الشعر؟ قبل ما اقولك سبب تساقط الشعر، تعالى نعرف درجات الصلع وازاي بيتقدم. في البداية بتبدأ تفقد شعرك من الجنبين ببطء، وخط الشعر الامامي يبتدي يرجع لورا، والشعر اللي في نص راسك بيبتدي يضعف ويقع هو كمان، وهكذا لحد ما يتقابلوا في النص ويكونوا شكل الصلع اللي احنا عارفينه، اللي هو عندك شعر ورا راسك وحوالين ودنك، وفي النص صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. نوع الصلع اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه اندروجينيك الوبيشيا، وده اشهر انواع الصلع عند الرجاله. الوبيشيا ده الاسم الطبي لتساقط الشعر، واندروجينيك يعني ليه علاقه بالهرمونات زي هرمون الذكور. بس في اشكال تانية من تساقط الشعر غير الشكل اللي احنا قلناه ده، مثلا نقص الحديد في جسمك بيعمل ضعف عام في نمو الشعر. ونوع ثالث بيأثر على منطقه معينه، ممكن حته واحده بس من راسك يقع منها الشعر والباقي سليم. خلي بالك من شكل تساقط شعرك، ممكن دكتور الجلديه يشخص انت عندك ايه بالظبط. تعالوا نفهم بقى ازاي هرمون الذكوره بيكون سبب في تساقط الشعر. سقوط الشعر عند الرجاله غالبا بيكون جيني. في دراسة اتعملت بين التوائم المتطابقين والغير متطابقين، وكانت نتيجة الدراسة دي ان 81% من اسباب الصلع كان جيني، ومصدر الجينات ده بيبقى مختلف من الام والاب، فما تقدرش تلوم حد فيهم. ماشي، انا دلوقتي فهمت ان السبب جيني، بس برضو مش فاهم الجين ده بيعمل ايه عشان يخلي الشعرايه تقع. بص يا سيدي، الاشخاص اللي شعرها بيقع بتكون حساسة لهرمون الدي اتش تي، داي هيدرو تستوستيرون، وده هرمون مشتق من هرمون الذكورة. ولو انت كنت مركز في دورة حياة الشعرايه، فالهرمون ده بيقلل الفترة الزمنية في كل دورة، ومع كل دورة شعرك اللي كان تقيل هيبتدي يبقى خفيف. طب سؤال تاني معلش، انت بتقول لي ان سبب تساقط الشعر هو هرمون الذكوره، يبقى انا كده عندي هرمون ذكوره اكتر من اللي شعره ما بيقع؟ للاسف عزيزي المحنك، احب اقول لك ان الكلام ده غير صحيح. مستويات هرمون الذكوره بتبقى عند الاثنين متقاربه. طب ازاي انت كده لخبطتني؟ المشكله هنا في الشخص اللي شعره بيقع، جسمه بيكون عنده ميول اكتر انه يحول هرمون الذكوره لهرمون الدي اتش تي اللي شعرك حساس منه اصلا، وبالتالي الشعر هيقع. وحبايب الجيماويه اللي بتضرب هرمونات زي الانابوليك ستيرويدز والتست، الهرمونات دي بتزود من نسبه تساقط الشعر، لانك بتزود نسبه الهرمون من مصدر خارجي، وبالتالي نفس الدايره اللي اتكلمنا عليها فوق بتحصل. نسبه الصلع بين الرجاله بتبقى كبيره جدا، انت لو دورت هتلاقي بين كل اتنين واحد اصلا، وسرعه تساقط الشعر مختلفه عن كل شخص، ممكن يبدا في سن ال 20 30 40. وخليك برضو فاكر ان تقدم السن عامل مهم في تساقط الشعر. في مننا اللي بيريح دماغه وبيشيل شعره خالص، وفي مننا اللي بيفضل حزين وزعلان على شعره اللي بيقع وبيدخل في حاله اكتئاب. بس لحسن الحظ في حلول طبيه كتيره موجوده دلوقتي، لو عايز نشرحها لك واقول لك ايه هي الطرق الاحسن في جزء تاني. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وفولو الصفحه على الفيسبوك، لو بتتفرج من على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامه.